اليوم في الإسكندرية عروس البحر المتوسط عقدت النقابة العامة بمجلسها والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية اجتماعا، وهو اجتماع دوري متنقل بين النقابات الفرعية للأمور الهامة. وقد بحث اليوم في زيادة المعاشات، الأمر الذي يقتضي أن يكون هناك خبير اكتواري للبحث في مدى إمكانية توفير المعاش الملائم للسادة المحامين وأسرهم. أيضا ستشكل لجنة من المجلس مع الخبير الاكتواري لإقرار هذا المعاش وعرضه على الجمعية العمومية. ونحن دائما نبحث رفع مستوى المحامي وأسرته، حتى الذين صابتهم المنية في والدهم أو والدتهم للحصول على المعاش. ونأمل أن نصل بالمعاش لأعلى مستوى بتدبير موارد كثيرة جدا جدا، لأننا بنتحمل في العلاج والمعاش مبالغ طائلة تصل لمليار ونص. الأمر الثاني، الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية والقلب، ونظام العلاج عندنا ونعضو لجنة علاج بيتبنى هذه الأمراض بنسبة معينة. وقد أقر اليوم إنشاء صندوق خاص لدعم هذه الأمراض دعما خاصا بجانب العلاج على نفقة الدولة. أنا لن ألجأ لنفقة الدولة قبل أن أوفي المحامي أو المحامية قدرها من هذا الصندوق. والصندوق سيكون له موارد كثيرة جدا، لأننا هنرفع الرسوم أصلا، هنرفع هنحصل من أتعاب المحاماة، من الرسوم على الشهر العقاري، لينا نسبة في الشهر العقاري، لينا نسبة في حاجات كتير، فاحنا هنجمعها كلها لدعم هذا الصندوق، بجانب ان الصندوق هيكون مفتوح لكل الداعمين، لاننا يعني نجنح للحفاظ على كرامة المحامي. الأمر الثاني، لاحظنا في الآونة الأخيرة أن كل المحاكم على مستوى الجمهورية رؤساء المحاكم بيفرضوا رسوم لا تتفق مع القانون، الأمر الذي أحدث لدينا ثورة ألا يفرض قانون إلا رسم إلا بقانون. أما فرض القوانين الرسوم بدون قانون فهذا أمر باطل، وقد حصل العديد من الزملاء على أحكام قضائية لإلغاء هذه الرسوم. وقد تحدثنا مع وزير العدل ومع المعنيين بالأمر، وصدر كتاب دوري بعدم اختلاق هذه الرسوم إلا بالموافقة الرسمية. وأنا أتمنى أن يستمر مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية يدا واحدا من أجل رفعة المحاماة. عاشت نقابة المحامين وعاش المحامين في وحدة دائمة. شكراً.